نقلت وكالات أسوشيتد بريس عن مسؤولين حوثيين قولهم إن الجماعة لا تزال تجند الأطفال في صفوفها العسكرية للقتال في الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، على الرغم من الاتفاق مع الأمم المتحدة لوقف هذه الممارسة. ووفقا للوكالة، فإن الحوثيين جندوا مئات من الأطفال بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات خلال الشهرين الماضيين، وتم توزيعهم في الخطوط الأمامية ضمن إطار تعزيز قدراتهم في الجبهات. وبحسب الوكالة، فقد برر المسؤولون الحوثيون عملية التجنيد بالقول إنهم لا يرون أي خطأ في هذه الممارسة، بحجة أن الأطفال من بعد سن 10 و12 يعتبرون رجالاً.